معاكم مشاعل محمد البيري، مفتش عمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين. تخرجت سنة 2010 بتخصص إعلام وعلاقات عامة، والتحقت في الوزارة سنة 2011. نطلع يوميا تفتيش من الصبح لين المساء تقريبا، نزور أكثر عن منشآت على حسب مستويات الخطورة واللي يندرج عندنا بالنظام. يختلف العدد اليومي للمهام من 6 إلى 10 تقريبا في اليوم أو أقل على حسب مستويات الخطورة المدرجة في النظام. وطبعا أنواع التفتيش عديدة، منها 12 نوع تقريبا، منها متابعة المواطنين بالقطاع الخاص. ونوع التفتيش الثانية أن متابعة سداد أجور العمال والإصابات العمل والصحة والسلامة المهنية. احنا دورنا في التفتيش مو بس يقتصر ان نصدر مخالفات، احنا دورنا توعوي، نوعي اصحاب العمل والعمال بسياسات وقوانين الدولة لحفظ حقوقهم في الدولة.